وندق بالتوق. انا واخوي حزام ظهري. السلام عليكم. السلام. ايش عندنا وياكم؟ ناخذ حشيشنا وما يطير وما يدفع لك فلوس. ايه؟ انا صارح. ها. يا بليش ما تطونا فلوس؟ ما يصير. خلص اللي يعطي فلوس. لا. لا خلصوا. بعد تفقه وياك. لا والقرآن لا. أكسرها. يعقوب روح لك جيب لك شنطة. في البوكيس. لا لا لا. وعلى كسرها. لا 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 لا. مو جنة. لا لا. لا لا لا. شو تريش؟ كسرها. أعطيني فلوس. يعطونك. هذا يعطونك لا تكسرها يا شباب. حسي يعطيك حسي يعطيك حسي يعطيك. اكيد كم من عندكم؟ من النبض ماكل؟ انا ادري. حسي انت وياه. ايش عليها؟ انت وياه مو وياه سدوتين. سدوت ايش عليها؟ ادري هو يدك بالدفع. ايش قال لنا ايش قال؟ ياسين معطيك؟ اثنين الا ربع. لا هو ربع دينار. حطها ربع. ها؟ ترى عمي. هو ربع. ربع الدفع عليه. الله يحفظك. الزرع كله من عندي. هلا ياسين شلونك؟ عمك خو ما اخذ الدجاج هذاك ذاك اليوم. الله يحفظك. خو ما اخذ الدجاج هذا عمك قال راح اخذ دجاج ياسين. ويا ليش ليش ليش؟ لا 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 يطولك ابو رسول تعال الحق له نزل الحمل. لا تمر خذ تمر جاي. لا نطيك نطيك. يطولك يطولك. والله القران ما اخذ لك شوفه. هسه هسه اعطيك فلوس هذا انا اعطيك فلوس. راح يشرد راح يشرد والله. لا 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 هي ولي اعطوا فلوس ما نعطيها بعد فلوس كم انا على ود والدي عوف عوف لا ما عندك قبل بوكيسات ايه بالليل انا يلا وحده يلا يلا زود اكلك يا ابو صحا وين ودي ها ودي يمك كيف ها عطها بال لا خلها ما نعطيها حطوها حطوها بالسيارة ما نحش بعد حطوها بالزرع لا لا حطها بالسيارة اذا فلك يا رب خلها بالسيارة ياسين حط حط الحشه بالسياره بالجبل خليها هنا مو لا لا ها يلا ها هذا جاك جاك خلوها هنا ها مو انا مو حاط والله اليوم عطوا هاي هيك اي صار ماكو الصبح اريدي صار جاهزات جاهزات ايش تدري شغال وياك حلال ونص وهاي هم بالنص ماخذ زرعي ماخذ زرعي شغال لي نص انا وياك ماكو بالنص ها رجع الزرع ايه رجع 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 تحطه هنا رجع انا كم هو اي ايش واقفه على طول تحطه هنا اريد بس يجي هنا يطب واحد اطيح ولك انت عشان نقافه زرع من رجع شلون انا ما حاشا داخل الحلال ها ادري شلون لك عريعر شو شلك عريعر انت طب لا كل عنين ايوه ولك انت شو شلك كلك عنين اوقف تعال اقول لك هذا المره راح المره المره عوفو الصبوي يلا ابو عباس ما يجيبين الله ياك باكر قوه الله يعني انت المخياطه وديك يا بيه يدقك بالليل يقول ادقك بالليل جيب لك باشا جيب لك يا روبه جيب لك
تجيب لك رابا وهاي هي؟ لا الهاشة. الهاشة. هو الهاشة من أين؟ ما عندي. عندك هواش هواي. يلا جيب لك ديايا. دير بالكم دير بالكم الشارع. هوايش هوايش. شو تسوي اذا ما اعطاك فلوس؟ تاكل شيلك. شو تسوي اذا ما اعطاك فلوس باكر؟ ادق بليل. دقه. دقه ورا. احنا اهل الطاق ما قدرونا واحنا اهل الطاق. لو توقي يا فورج بيت القاده. هاي يبا وين؟ وين رايحين؟ رايحين على الرسول والدقة ما يعطيني فلوسه اكسر الدراجة انا ازل الله ايش لنا يا اخوي ناخذ لنا ناخذ حقنا وفلوسه لازم ولا ما يطيح اكسر الدراجة على اشتردون منا برسول وريده فلوس ما ماكو طلعي كله وماكو فلوس شنو هاي مالي ايش الفلوس الفلوس مال قاعد حشاها مالتني واذا ما انطاك كسر دراجته يسمى طاره شاف كيفه هسه 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 بس ما يعطيني اكسر حتى الغلابات غير قال لك راح اجيب لك اياهن امس وشوف يطينا ما يطين عمو لا يطين بخير بس لو ما يطين ما 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 بخير يا القاع مالتك القعقاعي كل هذا الدولم لحد الشارع كل الدولم مال زارح انت؟ اي زارحه وزقيته وجبت كاروبه صورتها والله شاف كيفه يلا مش يلا بسرعة غير من حقنا شلنا هاك علي اغمص عليه يعقوب حماية ايه تعرف الكبه ودي يعقوب الكبه يلا بشلنا حيالة حيالة يلا هوس هوس يلا ايه هوس هذا برسول ويدي فلوس القاع وضرب وضرب اطلع عاش عاش الثاني يلا ابويا بسرعه
المقطع راح يصير طويل. يبا بالبداية بالتفاهم بالتفاهم. بسطة تعال وين الفلوس؟ براسي وين الفلوس؟ لا تاكل وتتكسر. طيب وين الفلوس؟ قواك الله. هلا بيك. شلونك؟ يا بعثهم طلاب وياك. يا بعثهم طلاب وياك. بعثهم طلاب وياك. تعال يلا. انت شو خذت ألف منه وسكتت؟ انا تدري ايش خذيت الألف؟ ايه انا اعرف ايش اسوي له. هذا عظم ولي حسين وبعدين ارجع الخمسة وشغل جالوت ثاني. ها كل درب تاخذ منه؟ ايه على مود اخذ من اقصى اخذ من عده. يعني كل ما يحش شويه تاخذ منه فلوس؟ ايه اخذ من عده. هسه ايش قد تطلب انت؟ طاق ألف هاي قاعد كلها بألف. لا ترى ترى عوف عوف هذا ضم يحشن وبعدين باكر ارجع له. لا اكل هسه اكل هسه اخذ الهاي شيء غصب عني. هسه بت ويا وعفته مو؟ عفته شلون عيب؟ اه اخذنا وقف لهنا على ما يطلع بالستوته. واه لا عيب. ابوي ابوي خلتوني لما يطلع. لا خلي اسوي احر معي. بويا بويا خلى من يرجع منه. جاب ما جاب منه اما انه يروح ويرجع. ها؟ ايه والله بويا. اكلها هسه اكلها برعدي والله كلها. خايب اخوني لو من رايح لي قلت له لا خلصت خو جاي من ها وداقك هبه. انت شو لك بالطلايب؟ بالطلايب؟ ايه انا عم مجي بالطلايب. ثاني شيء انا شيخ ابن الشيوخ بس هو القاع مالتي هس الدولة مالتها ها صرعناها والشفر جبنا يكربها. ايه والليزر ابو الليزر يعدلها وجبنا البذور وزرعناها. ايه احنا اعطينا البذور اليه يزرع قاعدين يعني من هاي ما مو مو كيفه شغر بذور بذورنا صح لو لا؟ صحيح. شو ما اعطاك فلوس؟ ما اعطاني فلوس يضحك علي بلي بس عوفه. هذا لو ما اعطاني 25 هسه
تدري ايش اسوي له؟ ايه ها؟ ايه اخابر ابو علي يقول له تعال ندق برسول وندق بالتوق انا واخوي حزام ظهري كفو ايه امشي لنا يلا انا احب المشي من الناس يلا تعال سرات خابرون ابو علي اي مخابره خلنا نوصل الشارع ونخابر يلا لايك واشترك بالقناه قلت مجانا انا خابر ابو علي وصور بتليفوني مو بومبالي مال ابو علي بس هو بومبالي ابو الرقم هو راح يخابرك عنده خدمة ايه لازم ندق برسول احمد وزجدان ابو علي ابو علي اليوم عندي طلب يا برسول ما يطيب من الفلوس يطيب من ربع ويضحك علي بهذا الربع ابو علي تعال لي بس هو بس يروح جاب بنت ويا وجاي انا طالع العصر نروح ندق انا طيب ابو علي هذا هو قال هذا هو ها هي هو هناك جاي يحش بالقاع خذاله دول مثاني يحش بيه نروح لندقة وناخذ الفلوس وناخذ فلوسنا من عدة ايه ابو علي مو عندك اريدك تكضليات مرعد ليات مرعد مو بالتفايق تكضليات هاك لحمة مو لا تظل تسولفون التوبة علي بفعالكم ما صوركم العصر حلقة ثانية ترحون علي وتدقونه امشي لك واشتاك بالقناة صعدونا مليون لايك مليون يلا يوم ولا بالي متابع الاعزاء امشي لك واشتاك بس احنا تانون على مقطع جاي العصر نصور مقطع وهمنا ندق ابو علي مثل ما قلنا لكم قبل شوي وانتظرونا العصر حلقة جديدة دقونا ابو علي لو ابو رسول دق ابو رسول انت ويا من انا ابو علي وانا تاخذوني اي ناخذك قرنت المصور مالتنا يلا هاي